طبعا دكتور محمد هاشم ما يراد لتقديم. أنا بالحقيقة ما أعرف الموضوع، بس وترى يعني ما يكون الموضوع، أنا ألتذ دائما بإلقاء أو تقديمه. تفضل. الله يعينك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. كنت فكرت في عدة موضوعات يعني بعد رمضان، فقرأت جزء من كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين بتاع أبو الحسن الندوي. ندوي؟ أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. فده ممكن يكون في لقاء قادم إن شاء الله يعني. وأنا بدور عليه لقيت ماذا خسر العالم من الكتاب المقدس. في كتاب بجد اسمه كده جايب، ولقيت إن فهم الاثنين بينهم لينك، يعني إزاي إن ممكن اللي هو الأجريشن بتاع الأمريكان والظلم والعنصرية ممكن يكون لها علاقة بما هو موجود فيما يسمى بالكتاب المقدس. فده ممكن يكون موضوع آخر يعني. وبعدين وعندي كتاب اللي هو اسمه التائبون في الإسلام، فقرأت منه شوية، وبعدين انتهيت بقى على موضوع رابع الأمثال في القرآن الكريم. الأمثال في القرآن الكريم إن شاء الله. الأمثال في القرآن الكريم هو في تقريبا بالنسبة لأهل السنة والجماعة في 4 أو 5 كتب فقط، هم اللي كتبوا تقريبا في طريق الإسلام، في تاريخ الإسلام كله عن الأمثال في القرآن الكريم. منها كتاب لابن القيم، وده يعني كذا واحد يعني أخدوه عملوا له تقديمات وتنقيحات والكلام ده. وفي كتاب تاني بتاع واحد اسمه حنبكة الميداني، واحد سوري يعني، ده أنا طبعته يعني. وفي كتابين تانيين. فالمهم يعني، فأنا أحاول إن شاء الله يعني أتعرض للأمثال في القرآن الكريم، لأن في الأمثال لا أغراض يعني، لما ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل، والحقيقة العدد بتاعهم هم مش متفقين عليه. ليه؟ لأن ممكن بعض الآيات تتفق أو تختلف من فيها مثل. فالعدد أقل عدد يعني 41، وأكثر عدد 60. إن شاء الله نحاول نعد يعني وإحنا ماشيين في القرآن الكريم يعني. بالنسبة لإيه الأغراض بتاعة الأمثال يعني، قبل ما أبص للكتاب كتبه، هو كده ربنا سبحانه وتعالى فيه مواضيع مهمة جدا في القرآن الكريم وفي الإسلام يعني. رب إيه المواضيع المهمة؟ الجنة والنار. هل الجنة والنار دي مواضيع سهلة؟ لا، دي مواضيع مهمة جدا. يوم القيامة، الحساب والجزاء، الإنفاق في سبيل الله، فديت مواضيع ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لها أمثال كتير. ليه ضرب الأمثال؟ يمكن لما كنا بنتكلم لو فاكرين في رمضان على اللي هو الجزء الأخير، الجزء اللي هو اللي هتلتقى فيه، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم كتير عن القيامة. ليه بيتكلم عن القيامة؟ لأن الإسلام ده نازل لكل الناس، المتعلم والجاهل، اللي الآي كيو بتاعته يدوبك يعني طلع شوية عن الصفر، واللي الآي كيو بتاعته زي أينشتاين ضربة السكيل ومعدية منه. فالدين لكل الناس، فلو واحد مثلا مخه على قده ما ينفعش ان ربنا يظلمه، لازم ربنا سبحانه وتعالى يكلم الناس بكل الأساليب، بالذات المواضيع المهمة، الجنة والنار، الحساب والجزاء، القيامة، الإيمان، البديهيات والأساسيات بتاعت الدين، عشان لما ربنا سبحانه وتعالى يجي يعرض حد ويجي حاسبه يكون أقام عليه اللي هي الحجة. وإحنا طبعاً لنا دور في إن إحنا نوصل الدين يعني للناس. فربنا سبحانه وتعالى بيضرب الأمثال مثلاً على اللي هو الكافر وعلى المنافق وعلى الأشياء دي، لأن شيء مهم جداً يعني. ربنا بيحذرك من الكفر، فلازم يضرب له مثل وأمثال كمان وأمثال. ربنا بيحذرك من الإلحاد، لازم يضرب له مثل عشان تبعد عنه. ربنا سبحانه وتعالى بيحذرك من النفاق، لازم يضرب له أمثال عشان تبقى فاهم انت هتعمل ايه لو رحت، وما تضيعش ايه، ما تضيعش نفسك. بالضبط زي في الطب كده، القلب من اهم الايه الاعضاء في الجسم. فما الانسان بيعي قلبه بيعملوا له رسم قلب، رسم قلب ده اللي هو بيحصل ايه، بيحطوا ستيكرز كده 10 ستيكرز وبيقول لك 12 ليد اي سي جي، يعني بيحصل بيبص على القلب من 12 منظر، من 12 زاوية. ليه؟ لانه هو مهم،
فبالتالي هو نفس الوضع ده تقريب المعنى. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلمنا عن الكفر والإيمان، عن الجنة وعن النار، عن النفاق، عن الانفاق في سبيل الله، عن الجهاد في سبيل الله، لازم يحط لك أمثلة على أساس إن هو يقرب لك المعنى. وبيستخدم برضو أساليب تانية، بيستخدم أساليب خبرية، بيستخدم أساليب استفهامية. فبالتالي تنويع الأساليب بيخلي الإنسان يفهم الموضوع أكثر، وده الغرض الأول، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقرب لك صورة المثل. الغرض الثاني اللي هو بيتناسب مع الكلام اللي أنا قلته، اللي هو الإقناع بفكرة من أفكار ربنا. عاوز إقناعك مثلا بالإنفاق في سبيل الله، فيقول لك إن اللي بينفق في سبيل الله زي ما يكون في حبة، والحبة هتنبت 700 حبة تانية، ففي مضاعفة الأجر والجزاء. فبيجيب لك مثال شايفه، مثال الفلاح بيشوفه، مثال أي واحد يمشي على الأرض بيشوفه. اليوم اللي مش فلاح هيخش على جوجل يشوف القمح وسنابل القمح دي شكلها إيه، هيفهم وخلاص. يعني الغرض الثالث اللي هو الترغيب بالتزيين والتحسين. يعني ربنا عاوز يحسن لك الإيمان، فبيقول لك حلاوة الإيمان في مثل، أو التنفير من شيء سيء زي الكفر أو النفاق، فبيضرب لك له مثل. الغرض الرابع إثارة محور الطمع أو الرغبة أو محور الخوف أو الحذر لدى السامع. الخامس، الغرض الخامس، المدح والذم أو التعظيم والتحقير. والغرض السادس شحذ ذهن المخاطب وتحريك طاقاته الفكرية. في الحقيقة أما إن شاء الله لو لحقنا يعني نتكلم عن المثال بتاع النفاق، حتى من ضمن الأغراض الأمثال هو غرض شرعي، إن ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك حكم النفاق والنوعين المختلفين من النفاق في غرض شرعي. على ما أعتقد أول كلمة في أول مرة يرد ذكر المثل في القرآن الكريم اللي هو في سورة البقرة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فربنا سبحانه وتعالى ذكر المثل بالبعوضة، قبلها إن ربنا سبحانه وتعالى تحدى الكفار، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. طيب ليه ربنا في سورة البقرة بيدعو بيقول لهم مأتوا صورة من مثله، وليه في سورة هود بيأتوا فأتوا بعشر صور من مثله؟ حد معنا؟ حد سمع؟ كلنا سامعين بس الجماعة ميوتد على مود لا يدسترب يو. فهو ليه سورة البقرة يقول لك فأتوا بصورة من مثله، وليه في سورة هود يقول لك فأتوا بعشر صور من مثله؟ لأن سورة البقرة قبلها كم سورة؟ سورة واحد صح؟ اللي هي سورة فاتح. إيه؟ فاتح. وسورة هود قبلها كم سورة؟ ثمانية، عشر. هي ترتيبها رقم 11. ففي سورة البقرة يقول لهم فأتوا بصورة، وفي سورة هود يقول لهم فأتوا إيه؟ بعشر سور. يعني الكلام ما هوش اعتباطا، كل حاجة منظمة. فبالتالي لما ربنا سبحانه وتعالى برضو بيضرب الأمثال، المثل لما بيجي بيكون له علاقة بكل شيء، قد نفهمها أو لا نفهمها. المشكلة إن إحنا عندنا ما شاء الله العلماء لما بيجوا اللي هو المثل بيخشوا في إيه؟ في وجه الإعجاز، في البعوضة والكلام ده كده، بس ما حدش بيربط اللي هو الموضوع يعني ليه جاب البعوضة هنا مثلا. طيب إن الله لا يستحيي، ليه ربنا بيقول إن الله لا يستحيي؟ لأن هم الكفار قال لك إزاي، واليهود كانوا بيضحكوا يقول له الرسول إزاي بيتكلم، إزاي الكتاب ده بيتكلم عن الذبابة وبيتكلم عن النحلة وبيتكلم عن هذه الأشياء والفيل، وده كلام ربنا. فقال لهم لا، ده أنتوا مش عاوزين الفيل. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بعوضة ما مثلا ما بعوضة ما بعوضة، قال لك ديت ايه؟ للتنكير. ليه؟ لان هو هل البعوض نفسه ذكر في اعجاز او في حاجه او في له مشكله معانا؟ المشكله فين؟ في الملاريا، في الانثى. الانثى بتجيب ملاريا وبتجيب دينج فيفر وبتجيب انكفالايتس ومنينجايتس، بتجيب جميع انواع البلاوي. ليه بتجيب البلاوي دي كلها؟ لأن هي لها هدف، الهدف بتاعه هو التكاثر.
اول لما يتم العمليه يا ديت وتحصل ان هي عندها بويضات ديت عاوزه تاكل بروتين المسكين لان حجم البعوضه خلاص. قبل ما نمشي يعني بعيد حد معظم الاعجاز في يعني او الاعجاز كله في الايه البعوضه وده برضو من الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكر الاشياء زي العنكبوت اتخذت بيتا برضو التأنيث في العنكبوت لان العنكبوت هي الانثى هي اللي بتبني البيت. برضو المشكله اللي عاملها الاكبر مخرب في العالم الى الان يعني هو ايه هو اكبر قاتل في العالم هو عنكبوت البعوض ده. العنكبوت ده صديقنا يا باشا ده العنكبوت ده هو اللي بياكل الحشرات ما شاء الله. اكبر قاتل يعني انت لو يعني كنت سالت السؤال بطريقه تانية يعني مين اللي يعني اكثر سبب لموت الانسان طبعا هيجي في دماغنا الكانسر والموتور كار اكسيدنتس ومش عارف والحوادث والسرطان والتدخين قبلهم كلهم بيجي البعوض. مرض واحد من اللي بنكله الملاريا بيصيب 270 مليون شخص كل سنه وبيموت 2 مليون ما شاء الله. لغايه دلوقتي اللي هو بتاع الكوفيد 19 ده لغايه دلوقتي يا دوبك نص مليون تقريبا يعني فلسه حتى ما مش هيقدر يجيب اللي الملاريا بتعمله اللي البعوض بيعمله. وحتى ممكن يكون برضو الله سبحانه وتعالى لم يترك ذكر الفيروسات وهذه الاشياء ازاي. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. يعني ايه فما فوقها؟ العلماء اختلفوا. فما فوقها ممكن يكون اكبر منها في الحجم او اكبر منها في التفاهه او اكبر منها في التحقير او الحقاره. يعني مثلا يقول لك فلان ده حقير يقول لك طب انت ما شفتش فلان يقول لك ده احقر منه اكثر حقاره منه او اكبر منه في الحقاره. فاذا اللي انت المخلوقات الصغيره كل فاذا فما فوقها ممكن يكون اكبر منها او اصغر منها في الحجم لان حكايه الاصغر منها في الحجم بتاتي ايه منها اكثر في الحقاره وقد تكون اصغر انت بتستحقرها ما انت شايف. في الحقيقه بعد العلماء قال لك احنا مش عارف دورنا على الميكروسكوب الالكتروني ولقينا لها حشرات ومايتس وكلام من ده فده بيستغلها الملحدين يعني بيستخدموا بعض التفسير ويقول لك ده القران غلط. ربنا ما قالش كده انت احنا اللي بنقول. فلو واحد مثلا جه قال لك والله التفسير كده هو ربنا ما قالش كده هو ربنا قال فما فوقها انت بقى عاوز تفسرها انت اللي بتلوي الموضوع شويه وبتقول ان البعوضه دي بتكون شايله بعض الحشرات او هو فما فوقها بتكون اكبر منها في الحجم او اصغر منها في الحجم واكثر منها في الحقاره وده يشمل الفيروسات والبكتيريا والفنجاي وكل شيء وكل المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. طيب ايه الاعجاز في البعوضه دي؟ يبقى البعوضه الناس دي بتستحقرها مع ان في عالم اسمه رونالد روس سنه 1902 حصل على جائزه نوبل لان هو اكتشف ان ذبابه الانوفلس اسمها بعوضه الانوفلس هي اللي بتنقل الملاريا. يعني واحد خد على حساه جائزه ايه؟ جائزه نوبل. طبعا بتنقل امراض اخرى بتنقل ومنها ثلاثه انواع اللي هو الانوفلس ده بتنقل الملاريا وبتنقل الفيلاريا او الفيلارياسيس اللي هو داء الفيل ده والعياذ بالله حد بيتضخم رجله اما بتشوفهم شكلهم فظيع جدا يعني ممكن تقضي على حياه الانسان. الملاريا على فكره في منها نوع اسمه سيريبرال ملاريا بيصيب المخ ممكن بيقتل. يعني انا شفت حاله يعني الراجل على بالي احنا شخصناه وطلبت دواء كان مصنوع في الصين وما كانش موجود في المستشفى اللي فيها وطلبناه من مكان تاني بالتاكسي على بالي ما التاكسي راح كان الراجل اغمى عليه ودخل في كوما ونقلناه لندن راح المستشفى بتاع التروبيكال ميديسين وعاد وعاش يعني الحمد لله. فتخيل يعني وهو يعني الراجل اخذ معاه كان راح اشتغل في سيراليون او مش عارف ايه واخذ معاه يعني اللي هو الاشياء شويه ادويه والكلام ده. لكن في نوع بتاع السيريبرال ملاريا ده بيسموها الملاريا الخبيثه او اللي هي تخش في المخ دي ممكن تكون قاتله
وطبعا هي لها دورة حياة البعوضة، بتعيش دائما في الأماكن اللي هي الرطبة بتبيض، هي حجمها من 3 ل 9 ملي، من 3 ل 9 ملي، وبتبيض حوالي 300 بيضة، بتبيض واحدة بواحدة. عشان تعرف بقى حجم البروتين المسكينة اللي هي محتاجاه، البيضة تقريبا 1 ملي، فتخيل المخلوق الصغير ده بيطلع، بتقعد تطلع الكمية البيض دي. فعشان تطلع الكمية دي لازم تاكل دم اللي ايه البنادمين. خلينا نكمل اللي هو انواع البعوض، الانوفلس والكيوليكس. ده بتجيب فيروس الحمى الدماغيه انكفالايتس، يعني اذا كان صح اللي هو الترجمه. والايدز، ايدز ايدز اي اي دي اي اس، ده نوع ثالث من اللي هو او ثالث من البعوض، وده بينقل اليلو فيفر والدنج فيفر. الدنج فيفر اللي هو بسموها حمى الركب النازفه وتكسير العظام، اكيد الدكتور هيقول لنا ان شاء الله دكتور اسماعيل هيبقى عرفنا بعد كده اكثر. يعني بيقولوا من الاسباب اللي خلوا منظمه الصحه العالميه والمنظمات اللي هي الدوليه وتبدا في امريكا وفي العالم اللي هو موضوع اليلو فيفر ده. من سنه 1962 قتلت 30,000 شخص في اثيوبيا. على ما اتذكر برضو ايبولا فيروس ده بيطلع برضو عن طريق البعوض. الكثير من الامراض ياتي عن طريق البعوض. من يعني وسائل الاعجاز الاخر في خلق البعوضه ان لا الجناحين بتوعها كل جناح له برنت مختلف، له تشعب مختلف، يعني شكل البرنت بتاعه زي الزرافة كده مثلا، زرافة على تخطيط، التخطيط اللي على كل زرافة مختلف عن التانية، التخطيط اللي على كل بعوضة مختلف عن البعوضة الأخرى. لها قلب مركزي البعوضة، تخيل إن لها قلب مركزي ولها أذنين ولها بطنين ولها شريان أورطة بتدق، صحيح الجسم مجوف ولكن لها كل هذه الأشياء. وبيقولوا برضو ان في كمان قلبين فرعيين لكل جناح. ليه؟ لان الجناح ده حاجه رهيبه جدا، عارف الخفقان بتاع الجناح كام؟ يعني الفريكوانسي بتاعه قد ايه؟ 600 خفقه في الثانيه، في الثانيه مش في الدقيقه. فتخيل حجم الانرجي اللي هي عاوزاه عشان تبقى تعذرها وتتبرع بدمك وانت راضي، يعني مسكينه، يعني في بتعمل مجهود رهيب. بتتعرف على بيقال يعني ان هي بتشوف كل الاشياء بنفسجي، بلون بنفسجي تقريبا، ولكن هي تروح على الانسان مثلا وتسيب اي حاجه تانية. ليه؟ بالحراره، عندها جهاز حساس جدا لاحساس الحراره، لدرجه على يعني الاكيوريسي بتاعته 1 على 1000، يعني ما تغلطش في 1 على 1000 من الدرجه. فهي تروح على، عارفه بتوع ال 37 دول، تروح عليهم تقريبا. هم كده يعني برضو من الاشياء اللي انا يمكن حاولت يعني افهمها من اللي هم بالكلام، بسمع الكلام ده، ان هم الناس اللي هم بيعملوا الاجهزه بتاعه طرد الناموس والكلام ده بيحاولوا يخلوا لونها بنفسجي شويه، بتعمل ضوء بنفسجي على اساس ان هي بتشوفش كويس. يعني هي عندها عينين، كل عين فيهم 100 عين صغيره، بس هي ما بتعتمدش يعني اساسا على النظر، هي بتعتمد على الشم، عندها حاسه شم قويه جدا، بيقال انها بتشم 6 كيلو، بتتعرف على الناس المختلفه، بتتعرف على الذكر من الانثى، بتتعرف على الناس بتوع الحضر من الناس اللي هم بتوع الارياف. يعني اما بتكون هي عايشه مع في الارياف مثلا وبتقعد تاكل في الناس مصه دمهم كل يوم، الناس ديت لو يقول لهم ضيوف من المدينه وناس مربربين كده وصحتهم كويس، في الليله ديت ما تقرص بتوع الارياف، تروح تقرص الضيوف اللي جايين، يقول لك دول عندهم يعني ايه، عندهم يعني اكرام لهم، اكرام لهم. والدم مختلف. هي برضو بتشوف الدم، بتشم الدم، يعني بتروح على الاماكن اللي فيها شعيرات دمويه وتشم الدم اللي يعجبها، لو عجبها خير وبركه، ما عجبتهاش بتروح لواحد تاني، يعني 2-3 نايمين ممكن تمسك واحد تهريه ده مناسب لها، ده مناسب، الله اعلم بقى، ممكن نكتشف فيها بتعرف فصائل الدم ولا بتعرف ايه بالظبط، وتمسك التهريه ويصبح التاني اللي نايم جنبه ما جرالوش اي حاجه خالص.
الأول بتشم تروح على الشعيرات الدموية. يعني دي دكتور التخدير بتشتغل بالبنج الموضعي، بترش بنج موضعي على الجلد بحيث ان انت ما تحسش عشان ما تضربهاش. وتدخل اللي هو الإبرة الفكين بتوعها او الاسنان بتوعها عندها 48 سن، وبتعمل بتقطع الشعيرة الدموية دي الفك بتاعها مش بالخرطوم. وبعد كده الخرطوم بيخش يشفط، ولكن بيعمل حاجتين قبل الشفط. اول حاجه ان هو بيحقن ماده بتعمل احتقان في الاوعيه الدمويه. اما بتعمل احتقان في الاوعيه الدمويه بتزود لها ايه كميه الدم اللي جاي، غير كده انها بتعمل ماده انتي ثرومبوتيك، بتطلع كمان ماده حمضيه بتخلي الدم لا يتخثر او لا يتجلط عشان تشفط براحتها تشرب اللي هي عاوزاه. ديت اللي بتعمل الالم، يعني ديت المادة الحمضية اللي هي مضادة للتخثر أو مضادة للتجلط هي اللي بتجيب الألم، إنما هي أصلاً يعني رحيمة، يعني بتديك الأول اللي إيه المخدر الموضعي، وبعد كده بتقوم أخذ الدم اللي هي إيه عاوزاه وتمشي، وإنت أضرب وراها بقى تكون هي طارت خلاص، انتهى الموضوع. طبعاً من الأشياء اللي هم مش كاتبينها يعني إن هو طبعاً يعني بقت المبيدات الحشرية بدأت ما شاء الله يعني بيطوروا نفسهم، بيعملوا ريزيستنس، كل ما تعمل لها حاجه يا ما تعرفش يعني بقى يشربوه الوقت بياكلوه ما تفهمش هم بيعملوا. فده من بعض يعني ايات الاعجاز في خلق البعوضه. هي بتبقى بيضه وبعد كده تحول لورقه، وهم في الشرنقه حتى وضع الشرنقه اما هي بتضعها على الماء البعوضه بتحط نصها في الماء ونصها بره الماء فوق، واليرقه وهي طالعه بتطلع بدماغها فوق. ليه؟ لان هي ممكن لو دخلت في الماء وهي لسه يرقه وهي لسه طالعه ممكن تغرق، عاوزه هواء. فسبحان الله ايه اللي بيخليها تحط نص تحت ونص فوق، والنص اللي فوق هي اللي بتعمل فيه فتحه عشان يطلع منه البيض ويطلع منه يرقات، والرقات بقى بعد كده حتى دماغها بيكون عليه زي مادة عزلة عشان تحميها من الماء، تتنفس هواء الأول وبعد كده ايه بتشوف حلها بعد كده. فسبحان الله كل هذا الإعجاز ده بقى يعني جزء من كل الكثير يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكره في إعجاز خلق البعوضة. ولكن هو يعني من الاشياء اللي ما ذكرهاش اي احد من العلماء، يعني ايه السر ان ربنا سبحانه وتعالى يجيبها في هذا الجزء من سوره البقره. ان الله لا، طبعا هو رد على الناس، وممكن يكون هو هذا هو المطلوب يعني. ولكن هو لو كملنا بيت الايه ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يعني إحنا كمؤمنين من ربهم إحنا عارفين أن ده حق من الله سبحانه وتعالى، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، مش عجبه، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المثل حتى من ضمن الصفات يعني التي لم تذكر أنه ممكن يكون للهداية والضلال، أن يكون المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكره يكون من سبب هداية ناس زينا ربنا يزيدهم هدى، ان احنا بنؤمن انه من عند الله وبنحاول نفهمه، وناس تانية يقعد يقول لك ده انت مش عارف ده فيه مين كتب ايه وده غلط وده صح والكلام ده، بيمسكوا كتب تفسير الناس ويغلطوا بقى القرآن الكريم. وما يضل به الا الفاسقين. يعني انا بقف عند كلمه الفاسقين ديت، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الايمان والكفر وبعد كده ذكر كلمه الفاسقين. والفاسقين في الحقيقه يعني انا شايف ان ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافقين بانهم فاسقين، وصف الكفار بانهم فاسقين. المؤمن ممكن يكون فاسق، ولكن في فسق دون فسق. يعني فسق دون فسق، يعني مثلا انت لو انت واقف بتاكل في الشارع وماشي في الشارع تعرف ان ده نوع من انواع الفسق. ده ممكن لو انت في احنا في عهد المسلمين يعني ودوله اسلاميه ما ياخدوش شهادتك،
يقول لك انت راجل بياكل يمشي في الشارع يعني راجل مخ خفيف كده وبتاع، ده فسق يعني، ده احنا بنعتبره ما فيش يعني. انما في فسق طبعا، اللي واحد بيرتكب معاصي، واحد بيرتكب صغائر، واحد بيرتكب كبائر، واحد، فانت بتقعد تمشي في درجات الفسق لغايه اما هتقف على الحافيه، يا اما هترجع للاسلام تاني، يا اما تنزلق العزو بالله في الكفر والنفاق. الفسق يعني يقول لك فسقت الرطبه، يعني خرجت من جلدها، باظت فحجمها زاد من كتر الحموضه فخرجت من جلدها. الفقره بيسموها ايه؟ الفقره بيسموها الفسق، الفسقه، الفسقه من غير الف، من ف، ما فيش الف يعني، ف س ق ت مربوط. ليه الفقره بيسموها فسقه او هي بتفسق ازاي؟ بتبوظ الدنيا يعني. ممكن وانت نايم ترقد صوابعك، تبهدل الدنيا، تاكل اكل، تخش تعمل مصيبه، تنقل لك امراض. فوالله اعلم انا احساس يعني لا لم يعني لم اجده عند اي احد، فعشان كده بحذرك احتمال يكون انا تفكيري غلط، ان هو ممكن يكون ان ربنا سبحانه وتعالى جاب لك البعوضه ديت اللي هي فسقه بتفسق بالدنيا وبتبهدل. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تبقاش زي مثل البعوضه، انك تبقى مسلم فاسق، تبقى مسلم بايظ. هو فاسق يعني بايظ يعني بالعرب يعني في يوم، فاسق ما تبقاش بايظ، ما تبقاش، ما تنتقلش للكفر او النفاق، لانك هتبقى انسان فاسق وتفسد في الارض. لان حتى برضو يعني الايه اللي بعدها، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، الفساد، فالفسق والفساد، ودي ممكن نتناقش فيها ان شاء الله. اعود الاول للصوره، ايه هو يعني ايه امتى بدات الامثال في سوره البقره يعني ربنا سبحانه وتعالى والله اعلم ممكن يكون اول مثل واولئك هم المفلحون، الايه الرابعه، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، ربنا سبحانه وتعالى بيصف المتقين. طيب لما ربنا بيقول على المتقين المفلحون، المفلحون يعني ايه؟ كان شبههم بالفلاحين في تشبيه، ازاي الفلاح يعني؟ الفلاح بيعمل ايه؟ الفلاح بيزرع الارض ويبهدل نفسه ويتعب ويمنع نفسه من اشياء ويمنع نفسه ما يروحش يقعد على القهوه ويسهر ويعمل والكلام ده كله، ده كلام كان زمان يعني، الله اعلم بقى احوال بلادنا الوقت. فعلى اساس ايه؟ على اساس انه يزرع وفي الاخر اخر السنه او اخر الموسم بيطلع له محصول، بيبيع المحصول ويسد بقى ديونه وابنه بقى لو عاوز مصاريف وبنته لو عاوزه جواز والكلام ده كله، يبيع القطن ايام ما كان في قطن يعني. فكان في تمثيل او تشبيه ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل المؤمنين او المتقين دول بمثل الفلاح اللي هو بيتعب ويزرع ويلتقى نتيجه ايه؟ مجهود. وانت كمؤمن هتلاقي نتيجه مجهودك في الدنيا وهتلاقيه في الاخره، هتلاقي في الدنيا راحت بال وهتلاقي في الاخره في الجنه ان شاء الله تعالى. وطبعا نحن عارفين ان في سوره كامله اللي هو سوره المؤمنون، في سوره بتتكلم عن المؤمنون واولها ايه؟ قد افلح المؤمنون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الايه؟ الكافرين، الايه نمره 6 و7، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن مرحلة من الناس أو مرحلة من الكفار، اللي هو أنت عملت اللي عليك، دعيته وديته كل حاجة، هو قال لك والله بص توجعش دماغك معايا، أنا مش عاوز، أنا خلاص، هو كده أنا عاجبني كده وأنا رايح في ده وانتهى الموضوع. ده وضع خاص، او وضع ده طبعا مش الايه معناه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خلاص هم كلهم ايه ما تكلمش حد، لا، هو معناه ان في يعني انت لا تقتل نفسك ان واحد ما امنش، انت ما على الرسول الا اللي هي البلاغ، انت بتبلغ، هو بعد كده قال لك والله انت بلغتني وعملت اللي عليك وانا مش عاجبني خلاص انا عاوز كده. بعد كده ربنا بيضرب مثل، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم القلب دي، هل فعلا الكافر يعني انت مثلا واحد يقول لك يا والله نفتح بقى نعمل عملية ونشوف طلع قلبه ونشوف عليه ختم ونشوف ودنه عليه ختم ونشوف، يا طبعا ده مثال تمثيل. طيب هنخش بقى في موضوع يعني انا حاولت اسمع فيه كتير عشان افهمه، الختم، الفرق بين ختمة والفرق بين طبع.
في اختلافات كتيرة بين العلماء، مش عاوز ادوعك اوصلك للخلاصة اللي انا وصلت لها يعني ان شاء الله ويكون صح، ان الطبع هو اكثر اغلاقا من الختم. خلاص، الطبع اكثر اغلاقا من الختم. التفسير اللي عجبني هنا قال لك ايه؟ قال لك ان كلمه ختم، ختم يعني ايه؟ يقول لك خاتم المرسلين، خاتم الانبياء، ختامه مسك، فبتيجي في اشياء طيبه وبتيجي في اشياء غير طيبه، فبالتالي الكلمه ممكن يكون مدلولها اقل في الاغلاق من كلمه طبع. طبع ما بتجيش في اي شيء طيب، طبع الله على قلوبهم، خلاص انتهى الموضوع. الآية كمان اللي هي جت فيها الطبع، الآية 108 في سورة النحل، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. بس هي الآية 106 قبلها إيه؟ من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني بتتكلم عن مين؟ عن المرتدين. فبالتالي يكون اللي هو الطبع، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الطبع على القلوب، ده بيتكلم عن المرتد، ومرتد بمزاجه ومرتد والإيمان كان دخل قلبه وخلاص، وقال لك لا والله أنا مش عاجبني، قالوا ربنا بعد بيننا وبين إيه وبين أسفارنا والعزة والله، يعني أنا مش عاوزين خير اكتر من كده، خلاص احنا عاوزين يعني ناويين على الشر. فبالتالي والله اعلم انا مرتاح لهذا، يعني اللي برضو عنده لو حد عنده يعني اي راي اخر بعدين ان شاء الله. ان الذين كفروا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. قال لك في تكرار كلمه على ديت، اتكررت كم مره؟ 3 مرات. فالتكرار للتوكيد، وقال لك ليه؟ لانه ممكن يكون واحد مختوم على قلبه. القلب دائما بيستخدم في موضوع اللي هو الايه، الاشياء بتتكون بالعقل، والفؤاد ربنا سبحانه وتعالى بيستخدمه بيتكلم عن الايه، العواطف، واصبح فؤاد ام موسى فارغا. الفؤاد العواطف، والقلب فيه الاشياء الايه، العقليه. فربنا وختم، وليه الاول يختم على قلبهم ما كان الاول على سمعهم وابصارهم؟ لان جت الوسائل اللي هو الاحساس والسمع والرؤية. قال لك لا، هو يعني من الآخر، يعني هو ربنا خلاص، هو هذا الكافر ده نوع مخصوص من الكفار، اللي هو قال لك أنا فهمت ومش عاوز. ولكن هو بيكون الكافر ده بيكون أقل من المرتد، يعني الكافر هو ده عليه الختم ده ممكن يرجع، ممكن يخرج منه ويرجع تاني. فممكن لو أراد ممكن ربنا يزيل هذا الختم ويرجع للإيمان تاني، على عكس اللي هو الايه، الاخ الثاني ده اللي هو ارتد، المرتد اللي هو خلاص يعني ارتد وقال لك انا ما عدتش عاوز، فده عليه طبع على قلبه والعياذ بالله، يعني مثل رشيد حمامي والعياذ بالله. طبعا هو ده كمان بيقبض يعني، فده عليه يعني، واكيد مسكين عليه سيديز ومسكين عليه بلاوي، يعني كله كده يعني. هو الناس لا طبعا ان هو يعني ايه، أول لما يعمل حاجة زي كده الأمور يعني سلكاله، ولكن هو بيخش في سكة الشياطين وعيش الدبابير، يعني لا يعلم ما يفعلون بهؤلاء الناس يعني. فده ده ده مثال اللي هو إن الذين كفروا. طيب ناخد مثال للمنافقين. في مثال ناري وفي مثال ماء، مثال ناري ومثال ماء. ليه ربنا بيجيب امثله بالنار والمية؟ اي واحد عنده اي كيو، مستوى ذكاء ينفع ان هو يتحاسب بهذا المستوى، لازم يفهم النار والمية. هتقول لي في واحد مش عارف الفرق بين النار والمية، اقول لك خلاص يبقى هو معلش تكليف وما توجعش، ما خلاص تمام الموضوع، هو غير مكلف. فبالتالي اي انسان مكلف هيفهم الموضوع ده. فربنا ودي يا اخوان تيجي تتكلم، واحد يجي موعظه، يكتب موعظه ايمانيه، يقوم كاتب لك كلام يعني في منتهى الصعوبه عشان الناس تقول له الله ينور عليك يا باشا، ايه الحلاوه دي؟ يعني انت عاوز تكتب كلام تدعو به الناس للاسلام، مش تكلمهم باللغه اللي هم يفهموها انت، ولا انت عاوز تثبت ان انت الفيلسوف اللي ما حدش جابه؟ ولا انت مثلهم الآية رقم 17 و18، ربنا بيتكلم عن نوع من أنواع المنافقين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم
وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. معظم المفسرين بياخدوا لك تفسير لغوي، يعني مثلا يقول لك ايه استوقد مثلهم كمثل، يقول لك ان هو ينفع ان هو كان بيتكلم على جمع بعد كده اتكلم على فرد لانه كلهم زي بعض، مثلهم مش كامثال لا كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. عاد ربنا مره ثانيه الى الايه الى الجماعه اتكلم عنهم بصفه الايه الجمع ده يعني وارد. طيب ايه الفرق بين الاضاءه وبين النور؟ ان الضوء اكبر من النور، الضوء اكبر من النور، عشان كده بقول ذهب الله بنورهم يعني ما ساب لهمش حاجه. لو كان قال ذهب الله بضوئهم يبقى في نور، لا هو قال لك ذهب الله بنوره يعني خلاص ما عادش عندهم اي نور. ان اضيع لغوي، ولكن هي فيها نوع من انواع المنافقين. الله سبحانه وتعالى بيتكلم في هذه الايه عن نوع من انواع المنافقين اللي هو المنافق الخلص. المنافق الخلص يعني ايه؟ يعني اللي هو المثل الناري او الصافي، المنافق الصافي او المنافق الاصلي. المنافق الاصلي شو روح تشتري حاجه اقول لك ده الماني ولا في بلادنا يعني ولا ده تايواني، ده المنافق بقى الالماني بقى او الياباني بقى يعني. مش يعني مش نسبه للبلدين يعني نسبه للصنع يعني، ده واحد بيروح البيت يكفر بيعبد اي حاجه شجر حجر جيس اي حاجه، ويجي الصبح ولا الشدة ولا لا الا الله، ويجي يمشي مع المسلمين عشان يخرب في الاسلام ويخرب في المسلمين. فده واحد عارف هو بيعمل ايه، ده مع سبق الاصرار والترصد اللي هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. طب يعني ايه استوقد نارا؟ اما تحط الالف والسين والتاء ديت اللي هو طلب الشيء، يعني زي ما يكون واحد بيقول لك ايه زي مثلا في بلادنا كده حتى هنا يقول لك يولع لي السيجاره، يعني ده مش ولع لي السيجاره، ده بيقول لك والله انا عاوز اتعرف على الاسلام ده. فانت كمسلم جيت عرفته وقال لك والله طب كويس وانا خلاص اشهد ان لا اله الا الله، وراح يطلع شهاده من الازهر او راح قال لك انا بقيت مسلم وانتهى الموضوع. بس خلي بالك بقى ربنا بيقول ايه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت له ولا لما اضاءت ما حوله ما حوله يعني هو ما دخلوش الايمان، نور الايمان لم يدخل في قلبه، هو قال لك والله ده حلو وخلاص، انما قلبه من جوه ضل كح بؤس. فلما اضاءت ما حوله يعني الناس مستفيدين بالاسلام، هو ما استفادش حاجه، هو قال لك انا مسلم وخلاص. ذهب الله بنوره يعني لم يترك الله له شيئا في قلبه حتى يعود. ليه هو مش ضد هذا الشخص؟ لا ده هو ربنا سبحانه وتعالى الربوبيه معناه ايه؟ معناه ان انا لما بطلب من ربنا يساعدني في ان هو يعمل لي حاجه كويسه في الدين فربنا بيساعدني. طيب ربنا سبحانه وتعالى انا طلبت منه ان واحد تاني قال لك والله انا عاوز اسرق ويا رب ساعدني وبتاع، يمكن اول مره وتاني مره ربنا يعجقها في وشه عشان يرجع في كلامه، تالت مره خلاص هيبدا بقى يسرق بقى ويبدا بتاع وهكذا. فبالتالي برضو المنافق ده اللي عاوز يبقى كافر خلاص، انت مصر مع سبق الاصرار والترصد، والله كربوبيه بيعطيك اللي انت عاوزه، بيساعدك ان انت تمشي في اللي انت عاوزه، ان خيرا فخير وان شرا فشر. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ايه هي الظلمات ديت؟ ظلمه نفسه، ظلمه القبر، وظلمه الليل. يعني احنا عرفنا اللي هو الليل ازاي، بيقول لك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ما هو يعني في يعني المثل بيقول لك ان في ايه، في ظلمه وهو عاوز يستوقد نار عشان اللي هو في المثل معناه ايه، بيقول لك والله عرفنا عن الاسلام، عرف الاسلام وكفر به وبقى منافق بقى، يعني بالليل يبقى بالليل بيبقى مسلم وبيبقى كافر، والصبح بيبقى مسلم يعني وهكذا يعني يمشي. طب بعد كده ربنا يقول عليهم ايه، صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
طيب ليه ما قالش مثلا ربنا قال لك صم وبكم وعمي فهم لا يرجعون؟ قال لك خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن بيتكلم عن مجموعه. فبالتالي لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن مجموعه ممكن يكون جزء منهم صم وجزء منهم بكم وجزء منهم عمش، ولكن مش مشتركين في الثلاث حاجات. لا، فربنا شايل لك حرف العطف، قال لك ان هم كلهم صم يعني ما بيسمعش، بكم ما بنطقش بالحق، وعمي ما بيشوفش الايه الطريق الحق، فهم لا يرجعون، يعني خلاص هو قطع على نفسه خط الرجعة. ايه اهمية ان احنا نفهم المثل ده ونفهمه بهذه الطريقة؟ ان ديت لان في حكم، في حكم شرعي، ده حكمه اللي هو ده حكمه بقى كافر، اللي هو كافر الواحد هو كافر يعني، فهو حكمه كافر خلاص، ده اللي هو بتاع المثل الناري ده، على عكس المثل الثاني اللي هو بيسموه العلماء بيسموه المثل المائي، اللي هو الآية 19 و20، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ده بسموه مثل مائي، مثل مائي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه كصيب. طب ليه ما قالش مطر؟ قال لك المطر بتيجي غالبا مطر سوء، فربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم على المطر بصورة طيبة بيقوم يقول عليه صيب أو ماء من السماء، أو غيث. جزاك الله خير. إنما أنا بقولش على مطر اللي هو لأن جات مطر اللي هو بتوع قوم لوط حجارة أمطروا بحجارة فهكذا يعني. أو كصيب من السماء، والصيب ده لك إنه مطر شديد، مطر شديد يعني ده تشبيه بيشبه ال الشرع والقرآن والشريعة كأنه خير مطر نازل، ماء نازل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. المطر الطبيعي أنه ما يكون كثيف فيه ظلمات مش هتشوف منه طرش فتح عينك، بيكون نازل بالليل لأنه هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر ولو شاء الله لذهب وكلما أضاء لهم مشوا فيه، بدليل إن هو المثل بيتكلم على الليل في ظلمة الليل في ظلمة شدة المطر. والإنسان ده اللي هو نازل عليه الخير بتاع السماء نفسه نفسها مظلمة، هو كان كافر أو هو يعني إنسان نفسه مش طيبة، ففي عنده ثلاثة ظلمات هو بيعاني منه برضو. لكن لو انتقلنا للمثل الشرع ده فيه ظلمات ازاي؟ لا، ده الظلمات بتاعت الزواجر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى هو بيشوفها ظلمات، يعني بيقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، فهو بيشوف الزواجر ديت ظلمات او الاشياء اللي هي فيها متشابهات، فبالتالي هو بتهيئ له ان ديت ان ديت ظلمات. ورعد وبرق، الرعد اللي هو صوت الايه الحق، البرق اللي هو الضوء اللي هو بيضيء اللي هو ضوء الايه الايمان، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. الناس اللي بيحبوا اللغه العربيه دي فيها ايه مجاز، ايه مجاز مرسل، علاقته الايه الكليه، اطلق الكل واراد الجزء، مفيش حد يعرف يحط صبعه كله في ودنه يعني يدخله من ناحيه ثانيه مش هيجي يعني. طب هو خايف ايه؟ خايف من الايمان، يقول لك الله يعني ايه اللي يدخلني في التكاليف ديت، ما انا اروح اشوف لدين ما فيش فيه تكاليف وخلاص. حضر الموت هو خايف من ده انا كده هيحصل لي، انا همشي ازاي اروح ازاي والله معتهم بالكافرين. هي برضه فيها لا قصه او روايه اخرى ان في اتنين من المسلمين كانوا ارتدوا يعني ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، وراحوا قرروا ان هم يروحوا مكه، فهم في الطريق في لمكه ان هو ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم مطر، فهم قاعد يترددوا ويمشوا وروحوا ويجوا لغايه ما رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا للمسلمين تاني. يكاد البرق يخطف ابصارهم، البرق اللي هو ايه نور الايمان، يعني نور الايمان ده دليل ان هم الحواس بتاعتهم شغاله ولا عدمانه زي الناس التانيه؟ شغال يخطفوا أبصارهم خلاص، يبقى هم لسه شايفين ضوء الإيمان، لسه شغالوا، ربنا ما نزعش منهم الحواس لأن هم مترددين. ده مثال للمنافق المتردد، أو أنا مسميه المنافق التايواني اللي هو المنافق التقليد،
طبعا تايوان بتطلع احسن طلعنا 10000 مره بس يعني التقريب المعنى ده المنافق اللي هي التقليد اللي هو يعني حبه فوق وحبه تحت يعني شويه لو جه حضر محاضره او سمع حاجه وكلام كويس الله اكبر معك في مشكله او بتاع او حاجه يقول لك ما اعرفكمش يا عم ما شفتكمش وهكذا ولكن دولت فيهم خير وفيهم والرسول السلام عم يعني اشتغل عليهم وربنا عمل لهم الخطة لان انت لو تفتكر في غزوة احد تلت الجيش رجع مع الرسول تلت الجيش منافقين طيب لما الرسول عليه الصلاة والسلام مات في المدينة كان واحد كان منافق ما فيش الا ستة تقريبا هم اللي ماتوا على النفاق هم اللي ماتوا على النفاق ليه ايه اللي حصل في خطة عملت ربنا كان بيقعد يهددهم انت لو جيت تقرا سوره المنافقين ده كلها تقريبا 13 ايه يعني انت طب كان ممكن ربنا لو عاوز يعني يفضحهم ويدرسهم كان يجيب اسمائهم واحد واحد ولكن مش ده كان ربنا بخوفهم فقط بخوفهم يعني بخوفهم شويه بيحببهم في الجنه شويه بيحتوهم شويه بيددوهم شويه وهكذا بحيث ان هو في النهايه نجحت الخطه في ان معظمهم يعني عادوا الى الايه الى 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 الاسلام اللي ارتد بقى خارج المدينه ده خارج مكه والمدينه والطائف ده حاجه تانية يعني مش موضوع نفاق يعني هم اختلفوا على اللي هو الزكاه وقالوا ده كان نبي ومش عارف ايه دخلوا في موضوع يعني تاني يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قام لو الشبهات او الزواجر شدت عليهم يقول لك لا مش عاوزين نمشي قاعدين مترددين شويه هنا شويه ومن الناس من يعبد الله عليه على حرف يعني شوية معانا شوية ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير معناه إيه؟ معناه أن ربنا حفظ لهم الحواس بتاعتهم معناه أن هم لسه ريفيرزبل لسه أن هم ممكن إيه؟ يعودهم يعني بتهلك فيها كده وجزاكم الله خيرا ونسمع بقى مداخلات جزاك الله خير أولا بالأخوة الذي دخلوا بعدين والله الحديث كان شيق جدا والعنوان هو الأمثال في القرآن الكريم والدكتور محمد هاشم قال لنا يعني على تعتمد أي كتاب تقرأ من 41 إلى 61 وكذا وهو جاب لنا مثلين أو ثلاثة من بداية فأنا من رأيي ندعو أنه إن شاء الله طبعا هذا كله راجع يم أنه يكمل لنا هذا الموضوع الشيق والله لأن هسه يعني تمام أنا قارئ التفسير مال الآيات في الذين يعني بس مثل ما سمعته هسه والله تنورت بها كثير جزاك الله خير الجزاء وافتح الموضوع للنقاش جزاك الله خير كان الموضوع واضح والله شيق وواضح يعني يعني غطاك تماما يعني الله يخليك دكتور فواز unmute yourself انا يعني السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيك دكتور هاشم على الكلام الجميل اللي سمعته في الاخر طبعا انا متاسف بس والله بصراحه في خلال نص ساعه كنت ادور على اللينك مشان ادخل وسالت الشباب أبو أيمن ودكتور أبو أنس مين اللينك لأن عادة دكتور إسماعيل أنت بتودي لنا بنفس اليوم عن اللينك بس اليوم والله اليوم نفس اليوم دزيته ثلاث مرات بس ما وصلنيش الصراحة اليوم وصلنيش ومتأسف ولا يهمك بس اليوم دزيته ثلاث مرات مزبوط بارك الله فيكم جزاك الله خير دكتور هاشم دائما كلامك جميل الله نورنا في الآيات وشرح الآيات الجميلة هاي الله يخلينا آمين جزاك الله مثل الذي أنا سمعت من عندك أنه طبع القلب ومو مثل ختم على القلب طبعا حتى في سورة الأعراف الله يقول يعني أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يسمعون يعني مثل ما تفضلت أنه لمن بالعالمين يطبع على القلب يعني انتهت تغلف القلب بعد ما فيها فائدة ايه جزاك الله خير ربنا ما هم قالوا ان في ثلاثة مراحل يعني الاول الران اللي هو الصدق وبعد كده اللي هو الختم وبعد كده اللي هو الطبع والعجب
يا ريت نقف عند مرحلة الصدأ ونحاول نشيل الصدأ. آمين يا أول. بالحقيقة دكتور محمد أحداش يعني أخذ موضوع القلب من بداية، من أول ما بدأ ويانا بالحلقات إلى أن خلص الحلقات، ومثل ما تفضلت وذكر هذه الأشياء كلها والآيات المابوطة بها من على قلوبهم، يعني مثل ما تفضلت أنه القلب يعني بنقطة سودة وبعدين الصور نقطتين وبعدين كذا إلى أن الغلاف كله يتغلف كله يتأسود بنعفين العياذ بالله. دكتور رضوان لا نشوف حسك ولا نشوف صوتك ولا نسمع حسك إذا أنت موجود، لو أنت داخل علينا بس بالاسم والعلم عند الله. أي موضوع من المطبخ شنو رأيك دكتور محمد هاشم تكمل لنا، لأن أنت مثل ما تفضلت يعني الأمثال كثيرة يعني في صوت البقرة بعد كذا مثلا أمثال عن الإنفاق كثيرة فخليها يمك أنه شو تحب تقدم لنا بالمستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. شلونك دكتور فواز؟ والله مشتاق. الحمد لله بخير، بدنا تكونوا انتم مبسوطين، اشتقنا لكم يا جماعه الصراحه. الله يحفظكم الله يسلمك، اشتقنا لكم والقعدات الحلوه هاي. بكره ان شاء الله معنا شيخ محسن، لا تنسونا باك بكره الريمايندر مالتنا شيخ محسن ان شاء الله. بكره يوم الاحد يعني ولا الاثنين؟ يوم الاثنين العفو. ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير، كلكم خير ان شاء الله الشباب الجماعه. بس دكتور العزيز دكتور محمد حبيب، سؤال سريع ارجع لموضوع البعوض هذا، قلت يعني هي عندها يعني جسم مجاس حراري فتروح على الانسان فقط، يعني ما تروح على الحيوانات مثلا؟ لا بتاكل حيوانات، اي جسم في حراره بتاكل حياة عشان كده ممكن تنقل الأمراض بين الإنسان والحيوان. أنا أذكر يعني من مدة يعني رحت البصرة هالشكل، أول ما رجعت يعني شي زيارة، فاجتمعوا كل أهل والأصدقاء شكل والأخوات يعني، رحنا على البستان مالنا، في طبعا شواك وفي نخل وفي كذا، رجعت للبيت جسمي مهري من قالوا لك هذا بزر إنجلترا. والله هم يضحكوا علي، هم ما حد انقرص بس انا انقرص. انت الزبون الجديد. نزل في نزل شيء يعني قاسيه جدا، بحيث ظلت ممكن 3 أيام انا احكم جسمي من ورا البقر. فريش بلود، هم زبون متعود على دم يعني ما يحتاج خلاص شبعان فيهم. الواحد جديد يعني. يعني هو شنو فرق عن الإنسان؟ يعني أنت لما تشوف أكلة جديدة مو تحب تجاوبها مثلاً؟ صحيح، إذا هذا القوزي مثلاً ولا مشويات أكلة جديدة أنت يومياً ما أكل نفس الأكل، يومياً تمن ومارك تجيك أكلة جديدة يقول لك أنا جاوبها. أنت الأكلة الجديدة بالنسبة للبعوض، وعندنا شون بعوض في البصرة؟ أعوذ بالله. بس تعرف أنت إذا تأخذ ثوم، إذا تأكل ثوم البعوض ما يوصلك. هذا كلامك صحيح، لأن يعني الثوم والإكسكريتد through the sweat glands. لذلك كثير من الإنجليز عندهم حاس قابلية. كانت عندنا سكرتيرة أول ما كنت مقيم في كارديف باسمها أفرل، يوم كنت أكل ثوم قال لي دكتور إسماعيل have you eaten garlic؟ أقول هل تشمتوا إيش يعني؟ قل لي I can't smell it. يعني هو البعوض يعني من الريحة ولا شيء ثاني يعني؟ من الريحة. لا الجارليك يدخل على يعني من تاكله حتى جسم الإنسان. أنت يعني بقيت مو بس الريحة، بالجسم. الريحة فاللي يسافرون لهذه الدول حتى بالصيدليات يبيعون. اكو الجارليك هذا اللي ابوه ما بي اوردر اي، فتاخذه يطلع على الجسم ويا الدم يصير. هو طبعا ينطوه هذا لان الجارليك واحده من
صفات مالته. وطبعا هذا نسأل احنا المريض انه اذا عنده history or bleeding. فالجارليك واحد من الاشياء اللي تسبب الاقواس الدموية ما تلزق واحدة باللخ. يعني reduce the platelet adhesions. فلذلك يستعملوا الذي واحد مثلا يقول لك انه عنده مرض قلب او ما ادري شنو كل جارليك احسن لك. هذا بيعلم بس الكمية قليلة. يعني الاسبرين يغطي فد بألف مرة. بس همينة بهالخاصية انه يقلل تلزق البليتلت. هذا يعتبر انتبايتك دكتور سعد؟ يعتبر جارليك؟ لا انتبايتك انتبايتك باي ديفينيشن. بينزل الكوليسترول ليفل. هاي نزل الانتيبيوتيك باي ديفينيشن. يعني كم هذا كم برودكت برودوس باي ليفينج كريتشر از انتيبيوتيك باي ديفينيشن از ا برودكت برودوس باي ليفينج كريتشر اجينست انذر ليفينج كريتشر. الانتيبيوتيك اكو فرق من الادويه تاخذها. اكو قسم يسموها انتيبيوتيك يسموها بس انتي باكتيريال. يعني خلي يجيب لك مثلا اكو السبترين او السلفونامايد is antibacterial but it's not an antibiotic. It's not produced chemically by humans. The antibiotic is a product produced by a living organism against another living organism. هذا معناه الانتيبيوتيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور. لذلك البنسلين تعرفون الاكتشاف مالته. طيب يا أخوان جزاكم الله خير وإن شاء الله نشوفكم يوم الاثنين بحل الله يا كريم. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. السلام عليكم. بارك الله فيك. أمان الله. أمان الله. دكتور محمد جزاكم الله خير. سعد. أهلا 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 أبو عبد الرحمن الورد. الله يرضى عليك. أنا معكم من فترة بس. في والله شفتك أنا شفتك. أسلم عليك بس. أهلا وسهلا بك والله شفتك أنا. الله يرضى عليك يا رب وبارك في عمرك. جزاك الله خير. هما الجماعة دول كل شوية روحوا يتفسحوا ويعملوا باربيكيو بتاع ومطنش لنا كده. لا لا ما بتطنش انت يا دكتور هاشم. والله انا انا قلت لك كذا مرة بالنسبة لي حتى اذا اي واحد حتى اذا العدد قليل ما طول اكو استفادة هذا اهم شيء. لا 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 بتكلم على الفسح الفسح الباربيكيو الكلام ده. ها تريد باربيكيو؟ يقول لك انتو طلعتوا باربيكيو يقول لي احكوا يا ابو ابراهيم هو يقول له طلعتوا باربيكيو على اساس على اساس يوم يطلع يوم بس الجو اليوم ما ساعد فاهم اي حاجه عم باربيكيو ماشي كيو اي حاجه جاهز دكتور محمد مع السوشيال ديستانسينج ونشتغل ما فيش مشكله. لا ما خلاص يا عم ام ده الناس فجرت خلاص رجعوا لكل حاجه. ربنا يسلم. آمين يا رب. من أولي الله على مصيبة تانية بقى يرجعوا سكند ويف الله يسلم. بالمناسبة دكتور فواز اليوم أنا فرحت فرحة كبيرة. تفضل يا سيدي. إن شاء الله دائما فرحان. الله يخليك. إحنا حجزنا على أساس نوح للأردن. نعم. العائلة كليتنا لأن أخو زوجي وأخو زوجتي وأخو وخذ زوجتي بالأردن وعندنا أصدقاء كثير بالأردن. عجزنا على أساس نروح بس يخلصون الأطفال المدرسة. نعم. هذا الكلام يعني يكون في 10 جولاي. نعم. بس حجزنا ودفعنا وطبعا جت الكورونا. نعم. فالحجز مالتي مكتوب عليه non-refundable طبعا. وأنا كل أسبوع أدخل على British Airway site وأشوف شو راح يسوون. يقولوا لي آخر ما دخلت من قبل حوالي أسبوع Do you want to book your seat؟ ولكن ماكو يعني ماكو flight. وطبعا يقولوا لك أنه إذا أنت if you cancel you lose your money. Yeah. But if they cancel you don't lose the money. If they cancel. اليوم دخلت عليهم قالوا لي flight cancelled. خلص. والله ما يفندبل يعني مو فلوس فلسين 3000 وكسور فلوس حلال بس فلوس الطيران طبعا فلوس حلال هذه ان شاء الله
بس والله لما بتفك وبتروح الأردن حلوة بالصيف وحلوة أي أيوة والله إحنا يعني دائما وعندنا شقة هناك ودائما نروح به فبس وشلون أنه على أساس هي الفكرة جتي من أخويا اللي في نيوزيلند قال الآن لازم أشوفكم هالسنة فأحجزوا نروح للأردن يا بليش الأردن ليش مو تركيا لا نريد نروح للأردن يا بوك فهذا الصار وإحنا الآن وأخويا الكبير حجزنا هو ليه سمع حجز وطبعا ما حجز بعدين بس يلا كويس والله يعني جيد والله والله فرحت كثير الحمد لله خبر جيد ما شاء الله أي والله طيب يا جماعة أشوفكم إن شاء الله سلام عليكم حياكم الله سلام عليكم مع السلامة بإذن الله